السائل السين عين من شقراء تقول: توضأت للصلاة وقبل أن أصلي مست يدي لباس ابنتي وبه نجاسة أي بول، فهل أعيد الوضوء مرة ثانية أم يكفي أن أغسل يدي؟ وهل يجب عند وصول النجاسة كبول ونحوه للثوب غسله فقط أي المكان الذي به نجاسة، أم يغير الثوب كله ويعاد الوضوء؟ أفتوني مأجوري. الوضوء لا ينتقض بحصول النجاسة باليد أو بقية الجسم أو بالثياب، الوضوء لا يبطل بحصول النجاسة على المتوضئ بثوبه أو بدنه، ولكن يجب عليه إزالة هذه النجاسة من ثوبه أو بدنه بغسلها بالماء أو بخلع هذا الثوب واستبداله بغيره، أو إذا كان عليه أكثر من ثوب فإنه يخلع ما فيه النجاسة ويبقي الثوب الطاهر.